بالنسبة لي الملك فهد خادم الحرمين الشريفين عليه رحمة الله، عندما يظهر هذا الاسم تظهر لك وزارة المعارف، العلم، التربية، التعليم، ثم بعد ذلك تظهر لك الحكمة. الحكمة عندما كان ملكا وحصل الغزو العراقي الغاشم عن الكويت، كان هناك ملك رحمه الله، كان الملك فهد موجودا، ولولا الله ثم هذه الحكمة لحصل ما لا تحمل عقبة. رحمه الله رحمة واسعة، وحفظ الله مليكنا الحبيب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ووفقه وسدد خطاه.